كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح أنه وجه دعوات إلى اليهود السودانيين الذين أجبروا على ترك بلادهم للعودة إليها والمشاركة في إعمارها. وقال مفرح في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن ضغوطا كبيرة خاصة في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري إلى جانب الكبت الذي مورس عليهم والتسلط آنذاك من الحكومات العسكرية أدت إلى هجرتهم.